والله لو كرهت يدي أسلافنا لقطعتها لقطعتها ولقلت سحقا يا يدي أو أن قلبي لا يحب محمدا أحرقته أحرقته بالنار لما ترددي فأنا مع الأسلاف أقف نهجهم وعلى الكتاب عقيدتي وتعبدي فعلى الرسول وآله وصحابه مني السلام بكل حب مسعد ما سبهم إلا حقير تافه نذل يشوههم بحقد أسود فالله يجمعنا بهم في جنة في مقعد عند المليك مخلد صلى الإله على الرسول وآله وصحابه ولكل عبد مهتد واحفظ وصية أحمد في صحبه واقطع لأجله لسان المفسد عرضي لعرضهم الفداء وإنهم أزكى وأطهر من غمام أبرد فالله زكاهم وشرف قدرهم وأحلهم بالدين أعلى مقعد شهدوا نزول الوحي شهدوا نزول الوحي بل كانوا له نعم الحماة من البغيض الملحد بذلوا النفوس وأرخصوا أموالهم في نصرة الإسلام في نصرة الإسلام دون تردد كرهت يدي أسلافنا لقطعتها لقطعتها ولقلت سحقا يا يدي أو أن قلبي لا يحب محمدا أحرقته أحرقته بالنار لما ترددي فأنا مع الأسلاف أقف نهجهم وعلى الكتاب عقيدتي وتعبدي فعلى الرسول وآله وصحابه مني السلام بكل حب مسعد ما سبهم إلا حقير تافه نذل يشوههم بحقد أسود فالله يجمعنا بهم في جنة في مقعد عند المليك مخلد صلى الإله